مساء الخير. بعد ما عز رئيس السلطة الفلسطينية بوفاة شيمون بيريز على تويتر، تقدم بطلب للسلطة الإسرائيلية للسماح له وللوفد الفلسطيني أنهم يروحوا يعزوا فيه شخصياً، وظهر محمود عباس بفيديوز وصور كتار عم بيعبر فيهم عن حزنه ويعزي عائلة بيريز. هالشي سبب موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين، مش بس الفلسطينيين وإنما العرب بأغلبهم، وتفاعل هاشتاج بيريز وهاشتاج التعزية بوفاة بيريز خيانة، وتصدروا التوب ترندينج على تويتر. وبالمناسبة انتشر فيديو لامرأة فلسطينية عم تعطي رأيها بهالزيارة، منشوف الفيديو سوا. امبارح مات شمعون بيرس. الله يهلكه. اليوم ابو مازن طلع عزي فيه. الله أكبر راسه. قدم طلب لبنيامين نتنياهو إنه يسمح له هو تو وفد من السلطة يطلع. لسه قدم طلب. فوق عليه وعلى حيطة. شو بتقول؟ طلبت إنهم يحشوا معاهم. هم بطلبوا مننا إذا نحشي معاهم ونعزيهم. هذه سكاطة ونذالة. يعني؟ ليش أركيت مات هم. بيجوا صغير علينا والله ما بيجوا. ليش أنتوا هذي تركبوا كلهم هذا؟ ليش؟ هذه نذالة. اتهم المرشح الرئاسي دونالد ترامب من جديد شركة جوجل بإخفاء الأخبار السيئة عن منافسته هيلاري كلينتون، وقال أنه جوجل عم تتلاعب بنتائج البحث لحتى تخبي أخبار كلينتون السيئة، علما أنه ترامب ما وضح مزبوط شو هن المعلومات يلي خفيها جوجل، وحسب من قال أنه يمكن ما بيعرف بالضبط كيف بيشتغل الموقع. منذكر أنه جوجل نفى سابقا اتهامات ترامب وشرح الأسباب وراء ظهور نتائج البحث الإيجابية يلي بتظهر إلى جانب اسم هيلاري كلينتون. انتشر فيديو غريب جدا لغزال هجم على سيارة من أيام قليلة للانتقام. بعد تحقيق الشرطة يلي قدرت تصور المشهد، اكتشفوا أنه السيارة كانت اصطدمت بالغزال قبل لحظات، ولما وقفت صاحبة السيارة على جنب الطريق لتشوف الأضرار يلي لحقت السيارة، انتهز الغزال الفرصة لينتقم ويحاول يهجم عليها. وما تنسوا انه فيكم تتابعوا اخبارنا على صفحة ترندز على الفيسبوك، او تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك انستغرام او تويتر. هول كانوا ترندز اليوم، منشوفكم بكرة بنشرة جديدة.